لسه مع الزيارة الهامة لرئيس وزراء اليونان لمصر، لكن خلونا نتطرق في هذه الزيارة كمان للجانب الاقتصادي، واللي كان أحد المحاور المطروحة على طاولة الاجتماع والتوافق المصري اليوناني على أهمية تحقيق طفرة نوعية في كافة جوانب العلاقات بين البلدين، خصوصا زيادة قيمة التبادل التجاري وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة، سواء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي أو في مجال الغاز الطبيعي، ده بالإضافة إلى دعم التعاون السياحي والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا القطاع المهم، والعمل على استئناف حركة البواخر السياحية بين الموانئ في أقرب فرصة. نستعرض مع حضراتكم من خلال العرض التالي حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان. معنا على تليفون دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك في الموجهه، ويا ريت تكلمنا عن الاهميه الاقتصاديه لزياره رئيس الوزراء اليوناني للقاهره، خصوصا ان المناقشات بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان تطرقت لاهميه تحقيق طفره نوعيه وزياده التبادل التجاري. اهلا مساء الخير يا ريهام، واهلا على أهلاً مشاهديكم. الحقيقة انا عايز اتكلم قبل ما نتطرق لزياره ذات العلاقات التاريخيه والعلاقات النهارده اللي بنطمح انها نعملها دابلينج وتريبلينج في العلاقات التجاريه مع اليونان، ان احنا نتكلم على الاستراتيجيه الدبلوماسيه الاقتصاديه اللي مصر بتقوم بيها في الفتره الماضيه، ودي نقطه مهمه. اتفضل يا دكتور. لان مصر لو تلاحظي في الخمس ست سنوات الماضيه واستعادت دورها سواء على المستوى الاقليمي او العربي او الافريقي، في فيجن ورؤيه فيري سمارت شديده الذكاء، ان انت النهارده بتربطي الشركاء بتوعك، شركاء العمق الاستراتيجي زي على سبيل المثال السودان او المملكه العربيه السعوديه او اليونان شمالا، بتربطيها بعلاقات اقتصاديه وبشراكه استراتيجيه اقتصاديه، فيبقى استراتيجيك، يبقى في استراتيجيك الاينس او في بارتنرشيب او في شراكه مش فقط سياسيه، لكن في شراكه اقتصاديه. والشراكه الاقتصاديه اهميتها انك بتربطي الدوله الشريكه معاكي مش فقط بعلاقات سياسيه، لكن بتبادل تجاري وشركات ومصالح واستثمارات. طبعا دي النهارده زي ما احنا عارفين وهتوافقيني في الراي، هي دي النقطه النهارده اللي تهم قاده العالم وتهم القاده السياسيين وتهم الدول، عمليه الاستثمارات وتبادل الاستثمار الدولي والمشاريع الدوليه والتعاون الدولي في مجال الاستثمار والاقتصاد. وبالتالي النهارده الرؤيه المصريه او الاستراتيجيه المصريه والدبلوماسيه الاقتصاديه المصريه اللي هي جديد الحقيقه، لازم نفهمه ولازم نشيد بيه، لانه في منتهى الذكاء انك تربطي الشركاء العمق الاستراتيجي الامني السياسي بتاعك بشراكه، ليست فقط شراكه سياسيه لكن بشراكه اقتصاديه زي السودان على سبيل المثال. انا اعطيت مثال السودان ودعمنا ليس فقط السياسي الاقتصادي للسودان، الزياره الاخيره لولي العهد السعودي في شرم الشيخ، وتوطيد العلاقات مع اليونان اللي مش اول زياره، يمكن السيد الرئيس كان في كان في اليونان في شهر نوفمبر الماضي وقابل رئيس الوزراء اليوناني ورئيسة الجمهورية اليونانية رئيس الوزراء كيرياكوس ميتوتاكيس، وكان في مباحثات الحقيقة مطولة متعمقة. كلنا فاكرين هذه الزيارة بالحجم الوفد الاقتصادي المصري في هذه الزيارة، وكان عبارة عن فولو اب فيزيت، ما كانتش زيارة أولى ولا زيارة تانية، لكن كلها زيارات فولو اب للتأكيد على ان مصر واليونان شركاء ليس فقط في المجال السياسي ولا في مجال البحث عن النفط والغاز والمنطقة الأمنية في
البحر المتوسط، لكن يبقى في تبادل تجاري او في الاينس او في شراكه استراتيجيه اقتصاديه بين الدولتين. فيمكن الزياره الاخيره للسيد الرئيس كانت 11 نوفمبر، كان في شهر نوفمبر اللي فات. النهارده رد الزياره من الجانب اليوناني، لان الحقيقه الزياره اهميتها، عشان ارجع للجانب الاقتصادي يا ريهام، احنا يمكن علاقتنا الاقتصاديه او تطور او نمو العلاقات الاقتصاديه مع اليونان مهم جدا، بالذات في الفتره الاخيره. حجم استثماراتنا في اليونان حوالي 9 او 10 مليون يورو، مش كتير، لكن الاهم حجم الاستثمارات اليونانيه اللي موجوده في مصر، يمكن حوالي 150 160 شركه استثماراتهم 600 مليون يورو، يعني اكثر من الاستثمارات اللي احنا حاطينها. ودي نقطه استراتيجيه مهمه، ان يبقى عندك دوله حاطه فلوسها عندك، فتبقي يعني بطريقه او اخرى يعني نفهمها زي ما نفهمها، تبقي تقريبا ماسكاها او انت يعني متحكمه في جزء من العلاقات الاقتصاديه. طبعا ما فيش ميزان قوه ما بيننا وبين اليونان، بالعكس في تعاون استراتيجي، لكن انا بقول من الذكاء ان انت تجذبي وتشدي دول انها تحط فلوس عندك وتحط استثمارات عندك. وبالتالي الاستثمارات انا بقول 600 مليون، وده رقم يعني ممكن يبقى اكتر من كده بكتير، لكنه رقم مش قليل. قيمه التبادل التجاري يا ريهام ما بيننا وبين اليونان لحوالي 2 مليار يورو، وده رقم برضو كبير نطمح ان يزداد، ولا سيما ان الصادرات المصريه وصلت لحوالي مليار يورو في الفتره الاخيره من 2018 ل 2019، يعني زاد بحوالي 25-30%. الواردات بتاع اليونان برضو كمان حجمها 950 او مليار يورو، كان في 2018 2019، احنا بنتكلم في مليار ومليار تقريبا علاقات اقتصاديه وتبادل تجاري ما بين الاثنين، لا سيما ان العجز في الميزان التجاري ما بين البلدين كان وصل ل 100 مليون يورو، يعني يمكن قل، كان حوالي 400 او 450 في 2017-18، النهارده وصل لحوالي 100 مليون يورو. وبالتالي ده معناه ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح مع اليونان، بالذات اليونان طبعا يعني رقم خمسة زي ما احنا عارفين في حجم التبادل التجاري ما بيننا وبين دول الاتحاد الاوروبي، الشريك الخامس في حجم الاستثمار من اوروبا، ومصر الشريك التاسع التجاري لليونان على مستوى العالم وليس فقط على مستوى اوروبا. فالنهارده ان انت، وبعدين طبعا عندك اتفاقيه تعيين المنطقه الاقتصاديه ما بين الدولتين في شرق المتوسط اللي بتضم احتياطي كبير، وعارفين اهميه طبعا الطفره والنقله النوعيه الذكيه اللي ما كانش عدد كبير من الدول ولا القاده في العالم ولا الاجهزه في العالم تتوقع ان مصر تقوم بيها وتتعاون مع اليونان في هذه المنطقه. فبالتالي النهارده انت مش بتعملي فقط زيارات سياسيه وزيارات دبلوماسيه ولقاءات يعني شكليه وبروتوكوليه، لكن النهارده انت بتربطي دوله من الدول المهمه في الاتحاد الاوروبي، وكلنا عارفين علاقاتنا بالاتحاد الاوروبي، وبرضه يعني لازم نحط نقاط على هذه الرؤيه وهذه الاستراتيجيه ونحطها ما بين قوسين. النهارده علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي توضدت بشكل كبير، يمكن شفنا زياره السيد الرئيس لالمانيا مع انجيلا ميركل، لفرنسا رئيس ايمانويل ماكرون، لانجلترا، ايطاليا. احنا وطدنا علاقتنا كتير مع الاتحاد الاوروبي، علاقتنا خاصه انا بعتبر علاقتنا خاصه مع دولتين، فرنسا طبعا واليونان. لكن اليونان زي ما انا بقول ليها اهميه استراتيجيه، طبعا فرنسا هي فرنسا طبعا طبعا المحركات احد المحركات الاوروبيه هي والمانيا، يعني بيسموها لوكوموتيف دولوغوت او قاطره اوروبا. لكن النهارده اليونان بما في المتوسط من اشكاليات، وكلنا عارفين المشاكل اللي مع تركيا والمنطقه الاقتصاديه وليبيا، فالنهارده انك انت تاخدي هذه الدوله العضو في الاتحاد الاوروبي المرتبطه بحلف الناتو المطلة على المنطقه الاقتصاديه، ويبقى عندك مش فقط زيارات بروتوكوليه، انا بقول لا، علاقات شراكه ومشاريع، وبنتكلم في 600-700 مليون يورو و150 160 شركه يونانيه موجوده في مصر، مش شركتين ثلاثه اربعه، لا دي طبعا يعني نوع من الذكاء السياسي. ده مش اقتصاد برضو يا ريهام، الموضوع مش فقط اقتصادي، لا الموضوع سياسي، ان مصر بتتحرك بدبلوماسيه سياسيه اقتصاديه استراتيجيه مع شركائها التجاريين. ممتاز. يمكن دي النقطه
اللي لازم نفهمها في التوجه السياسة أو تغير دفة السياسة المصرية من الدبلوماسية إلى الدبلوماسية الاقتصادية أو الاشتراكات الاقتصادية، اللي هدفها في النهاية تأكيد وتأمين العمق المصري سواء في الجنوب مع السودان أو في الغرب مع ليبيا أو في الشرق مع أو في الغرب أنا آسف مع المملكة العربية السعودية، في الشرق مع ليبيا أو في الشمال مع اليونان. فأنت النهارده بتأمني نفسك ممتاز. ليس فقط اقتصاديا لكن سياسيا كمان وأمنيا. يعني تحليل أكتر من رائع حقيقي. بشكرك جدا دكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك ولهذا التحليل، شكرا لك.